تجرى الآن بمحافظة الغربية مراسم تشييع جنازة الشهيد النقيب عمرو خالد أبو حسين الضابط بالقوات المسلحة الذي استشهد بالعريش، وتشييع الجنازة يتم بجنازة عسكرية بمسقط رأسه بقرية ششتة التابعة لمركز زفتة بالمحافظة. المزيد ومن قرية ششتة مباشرة تنضم إلينا الزميلة لمياء حمدين من هناك. لمياء، هل ووري الجثمان الثرى أم ليس بعد؟ ضعينا في صورة الأجواء لديك الآن عموما. مساء الخير عليك أبو زيد وعلى كل مشاهدينا في كل مكان. بالفعل نحن في قرية ششتة التابعة لمركز زفتة بمحافظة الغربية، حيث تمت تشييع جنازة عمرو خالد حسين الذي راح ضحية انفجار عبوة ناسفة بمدينة العريش، هو وضابط آخر واثنين من المجندين من محافظة الشرقية. تم تشييع الجنازة بالفعل بعد تسلم جثمان الشهيد، وشيعت الجنازة في مقابر الأسرة. حضر وشارك في تشييع الجنازة العقيد أحمد يحيى المستشار العسكري لمحافظة الغربية إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية. لم يستطع الحضور محافظ الغربية ومدير الأمن نظرا لأنه حصل بعض التعديلات من قبل عائلة الشهيد، لأنه كان من المفترض أن تقام الجنازة ويقام التشييع عقب صلاة الظهر، ولكن تم التعجيل بهذه الجنازة بسبب الحالة النفسية الخاصة بأهل الشهيد. نعم لمياء، هل ينتظر أن يتم تنظيم سرادق عزاء أو مراسم العزاء سواء كانت من قبل محافظة الغربية أو من قبل ذوي الفقيد؟ بالفعل نحن في سرادق العزاء وفي انتظار قدوم مدير الأمن الخاص بمحافظة الغربية والمحافظ اللي يشاركوا ويقدموا التعازي لأهل الفقيد. الحالة النفسية للقرية كلها صعبة جدا، لأن هم تقريبا بيفقدوا كل كام يوم يسمعوا عن فقيد من المحافظة. نعم لمياء، كيف كانت مراسم استقبال الجثمان؟ متى وصل الجثمان؟ تحدثت عن تضارب ربما في المواعيد، ربما هذا الارتباك هو الذي أفضى إلى تخلف محافظ الغربية عن حضور هذه الجنازة. متى وصل الجثمان وكيف كان استقبال القرية لها؟ في الحقيقة هو تضارب المواعيد جاء وفقا أو من عائلة الشهيد، لأنه الوالد لم يستطع الانتظار ولكن تقدموا. الكلام ده كان حوالي الساعة 10:30 صباح اليوم، استلموا الجثمان من المطار وقاموا بتشييع الجنازة فورا في مقابر الأسرة في مدينة في قرية ششتة. لم يستطع عدد كبير من القيادات التنفيذية حضور تشييع الجثمان، ولكن هناك أعضاء لمجلس الشعب النواب. لا. القرية كلها كانت بالكامل عن آخرها بتشارك في الجنازة، أيضا كان هناك قيادات عسكرية بتشارك. لا. في الجنازة. شكرا جزيلا لك المشكلة زميلة فقط حمدين من قرية ششتة القيادات التنفيذية التابعة للمحافظة حيث تشييع جثمان الشهيد عمرو خالد أبو حسين. شكرا لك.